طيب، الجهود الدبلوماسية مستمرة، ويعني خليني أقول إنها على قدم وساق، حيث ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية أن السيد سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه يوم السبت 4 نوفمبر الجاري إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع. كشف المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، الذي يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين. أنا عايزة أقف عند اجتماع بلينكن. معلش، يعني بلينكن هو من الأمس موجود، والقصف اللي احنا شايفينه ده، وبلينكن موجود في إسرائيل، مش موجود بس في إسرائيل، هو يعني كان حاضر اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي. نعم. بعد كده هيروح الأردن وهيلتقي مع وزراء الخارجية المجموعة العربية. نتوقع منه إيه؟ يعني لما يعني نتوقع، يعني هو قاعد مع الرئيس السيسي، يعني دي رابع مره بلينكن يجي فيها من ساعه الازمه. نعم نعم. وخليني اقول ان حتى تقارير الخارجيه الامريكيه اثبتت فشل زيارات بلينكن واداؤه كان سيء جدا في هذه الازمه في منطقه الشرق الاوسط. طيب احنا متوقعين من بلينكن ايه؟ وكان فشل قبلها برضو او في النص فشل زياره الرئيس الامريكي بايدن للمنطقه عندما جاء ايضا لاسرائيل، ولكن قبل ان يصل الى اسرائيل كانت اسرائيل بتقوم بضرب مستشفى المعمدان وقتل المرضى والجرحى اللي موجودين في المستشفى، وبالتالي تعذر استكمال لقاء الرئيس الامريكي ببقيه القاده العرب اللي كان مقرر له ايضا في الأردن، لأن في الحالة دي ما أصبح الاجتماع ده لا قيمة له في هذا التوقيت. حاليا دلوقتي زي ما حضرتك أشرت، بلينكن جاء للمرة الرابعة إلى المنطقة، وهيجي أيضا وزير الدفاع الأمريكي للبحث عن مخرج، بس المخرج حتى الآن الرؤية مش واضحة لا عند الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ولا عند إسرائيل ذاتها. هي أصبح دلوقتي هناك فيه ورطة لكل الأطراف دي. إسرائيل بدأت الحرب تجاه قطاع غزة وهي لا تعلم متى ستنتهي هذه الحرب وإلى أي نتيجة. هي لم تحقق أي هدف من أهدافها سوى التدمير وقتل عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء. أمريكا نفسها والدول الغربية ما فيش مسؤول يا أستاذ رشا حتى الآن طلع وقال وقف إطلاق النار، بيتكلم عن هدنة أو هدن إنسانية ده لمدة ساعات. طب يعني إذا بعد كده عشان أدخل وقود إذا سمح لي، لأن إسرائيل بتيجي عند الوقود دي وافة تماما، لأن معتقدة أن هذا الوقود أيضا اللي بيخش غزة بتستخدمه حركة حماس في عملية إطلاق الصواريخ وخلافه وتشغيل الأنفاق وعملية التهوية والإضاءة فيها. إنما لو مشينا وراء هذا التفسير، إزازة المية الناس اللي بتشربها قد تدعي إسرائيل إنها تستخدم أيضا في عملية المقاومة، لأنها تبرير ساذج لرفضها لدخول الوقود، وده بيهدد قطاع غزة بكارثة إنسانية أكبر وأكبر ويعظمها أكثر، يعني وهي توقف المولدات اللي مشغلة حتى المستشفيات. امبارح أنا وكثير من الناس كلها شافوا كيف تجرى العمليات الجراحية في المستشفيات على إضاءة الموبايل نفسه، يعني لا تهوية ولا أجهزة كهرباء ولا بنج ولا أي شيء، وتجرى لهم العمليات الجراحية أو يتم التعامل مع الجرحى بهذا الشكل المأساوي. ومن هنا
بلينكين عندما يأتي إلى المنطقة هو عايز يبحث عن مخرج، مخرج في سبيل أنه هو حفظ ما واجه أمريكا من ناحية، يعني نحاول نطلع ليه؟ لأن مصالحها بدأت تهدد في المنطقة، سواء من على مستوى الدول العربية نفسها كيف سنتعامل بعد ذلك من أمريكا وتقنعنا أن احنا شركاء في كل شيء في المنطقة. نمرة اثنين، تهديد مصالحها من إمكانية خروج كثير من الجماعات المسلحة ضد المصالح الأمريكية، وشفنا اللي بيحصل دلوقتي في شمال سوريا واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل من قبل الحوثيين، وتهديد حتى الملاحة في البحر الأحمر ومدخل البحر الأحمر عند باب المندب. إسرائيل نفسها مش قادرة تتوقف دلوقتي، أوقفت إطلاق النار. طب وبعدين يبقى فشل ذريع في تحقيق ما سبق أن أعلنته بالقضاء على حركة حماس. طب أنت عملت ده كله، كل اللي أنت عملتيه دمرت أكتر من نص غزة بالنسبة لمبانيها والبنية التحتية. فهنا الاجتماع ده مهم جدا لتأكيد الدول العربية من خلال وزراء خارجيتها في لقائهم مع بلينكين اليوم في الأردن على موقف واحد وثابت، مش قضية هدن ولا هدنة، لا، ضرورة وقف إطلاق النار نهائيا دلوقتي، وبعد كده يتم الإفراج عن الرهائن مقابل الأسرى الفلسطينيين اللي موجودين في سجون إسرائيل اللي اقترب عددهم دلوقتي من حوالي 7000 واحد، أو ما يسمى تصفير السجون الإسرائيلية. إذا وصلنا إلى ذلك لابد أن يكون هناك نوع من الرؤية الواضحة والقرار الشجاع من قبل الغرب هنا في، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن حل هذه القضية لن يكون باستخدام قوة عسكرية غاشمة، لن يكون باستمرار الاقتتال ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن من خلال حل الدولة اللي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الرئيس باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عندما جاء إلى مصر وأعلن ذلك أو طرح ذلك من على منبر جامعة القاهرة ليبين أنه سيعمل على حل هذه القضية الفلسطينية بهذا الشكل على الدولتين والضفة الغربية وغزة وتبقى الدولة، لكن للأسف أعلن بعد ذلك فشله في تحقيق هذا الهدف لأن اللوب الإسرائيلي اليهودي في أمريكا والضغوط الإسرائيلية أعجزته عن تنفيذ هذا، ولا بد أن يتم ذلك لأن لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية ولا يمكن أن يكون هناك سلام ما دام هناك احتلال. ده اللي هيتم التأكيد عليه على أساس أن بلينكين ينقل هذه الرؤية النهائية إلى صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الرئيس الأمريكي أو الكونغرس الأمريكي أو الإدارة اللي مشغلة الموضوع، يعني مش بيد الرئيس الأمريكي وحده، لكن ينقل هذه الرؤية النهائية عشان يبدأوا ياخدوا قرارهم خلال، نقول مش الأيام القليلة القادمة، الساعات القليلة القادمة. صحيح، ما هو ده اللي هيخلي